بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول من المرحلة الإعدادية، أهلا بكم معنا على الإسكول. عدنا النهاردة مع درس جديد من دروس فرع النصوص. درس اليوم بعنوان الحب والعطاء. في البداية لابد أن نعلم أن الحب والعطاء هما مصدر السعادة للإنسان، ولا قيمة للحياة بلا حب وإخاء ومودة. فالحب يعمر القلوب السوية ويملأ الدنيا خيرا وسعادة، والعطاء يدعم روابط الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. أما الحقد فهو هادم للمجتمعات. تعالوا مع بعض نبدأ درس النهاردة عشان نفهم ما معنى الحب والعطاء. يلا بينا. هيا معا لكي نتعرف بالشاعر الفلسطيني صالح هواري كاتب هذه الأبيات. هو شاعر فلسطيني ولد في بلدة سمخ على شاطئ بحيرة طبرية عام 1938 ميلادي، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية. ده الشاعر صالح هواري. ايه كمان من اهم اعماله؟ دواوين شعرية مثل المطر يبدأ العسف، والموت على صدر البرتقال، واغاني ايوب الكنعاني. كتب الشعر للكبار وللصغار، يعني له كمان مؤلفات للاطفال. اصدر 3 كتب للاطفال، ديوانين وثلاث مسرحيات شعرية للأطفال، منها عصافير بلادي وهنادي تغني. ده الشاعر صالح هواري. تعالوا معا لكي نستمع إلى الأبيات. استمع معي. ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي فالحب عطاء، كن لي سندا كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. تعالوا معا لكي نتحدث عن الفكرة الأولى والأبيات الثلاثة الأولى. البيت الأول والثاني والثالث نستمع مرة أخرى. ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء. هذه الأبيات الثلاثة بعنوان، أو الفكرة التي تسيطر على هذه الأبيات بعنوان بالحب والتعاون تحلو الحياة. هيا معا لكي نشرح معاني المفردات. ما أجمل، يعني ده أسلوب تعجب طبعا بمعنى ما أحسن، ومضاد ما أجمل ما أقبح. وكلمة نحيا معناها نعيش، معنى كلمة نحيا نعيش، ومضاد كلمة نحيا نموت. وكلمة سعداء معناها مسرورون. ما أجمل أن نحيا سعداء، يعني ما أجمل أن نحيا مسرورون أو مسرورين. ومفرد كلمة سعداء سعيد، ومضاد كلمة سعداء تعساء أو أشقياء. تعساء أو أشقياء، يعني دي صح ودي صح، لأن طبعا السعادة عكسها الشقاء. كلمة حقد معناها عداوة وكراهية، وجمع كلمة حقد أحقاد، جمع كلمة حقد أحقاد. وما زلنا في معاني المفردات. يسود، لا حقد يسود، يسود يعني يعم وينتشر، ممكن يسيطر، ممكن يسيطر. ومضاد كلمة يسود ينحسر ويقل. كلمة بغضاء
البغضاء هي الكراهية، بغضاء معناها كراهية، معنى بغضاء كراهية، ومضاد كلمة بغضاء طبعا حب، ضد بغضاء حب. أزهار يعني ورد، ما حدش يقول لي ورود، لا، هناك فرق بين الورد والورود، ورد جمع وردة، أما الورود هو يأتي كلمة ورود تأتي مع الماء، ورود الماء يعني الحصول على الماء، أما كلمة أزهار معناها ورد، لا تقل ورود، قل ورد. ومفرد كلمة أزهار زهرة. ومعنى كلمة تظللنا أي تغطينا، تظللنا معناها تغطينا، والمقصود بكلمة تظللنا تشملنا وتربط بيننا، أزهار الحب تظللنا يعني أزهار الحب تشملنا وتربط بيننا. في دنيا تغمرها الأنداء، معنى دنيا طبعا حياة، يعني في حياة، ومذكر كلمة دنيا، طبعا دنيا دي كلمة مؤنثة، مذكر كلمة دنيا أدنى، المذكر أدنى والمؤنثة دنيا، وجمع كلمة دنيا دنا، ومعنى كلمة تغمرها أي تعمها وتغطيها. والأنداء الجود والكرم، طبعا المقصود بالأنداء هنا ليس الندى الذي يسقط في الصباح الباكر، ولكن الأنداء هنا يقصد بها الجود والكرم. ومفرد كلمة الأنداء الندى، ومعنى كلمة نتقاسم نتشارك، نتقاسم معناها نتشارك بالتساوي، نتقاسم، نتقاسم خبز محبتنا، محبتنا مضادها كراهيتنا. في دنيا تغمرها الأنداء ونشد، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء، نشد معناها نعين ونقوي، نقوي، والضعفاء من ذهبت قوتهم، كل من ذهبت قوتهم يطلق عليهم الضعفاء. ومفرد الضعفاء الضعيف، مضاد كلمة الضعفاء الأقوياء، مضاد الضعفاء الأقوياء. نأتي إلى شرح الأبيات. طبعا البيت الأول، يدعون الشاعر في البيت الأول إلى أن نعيش حياتنا في سعادة وحب دون كراهية أو حقد وعداوة. وفي البيت الثاني يقول لنا الشاعر، هيا معا لكي نستمتع بجمال الطبيعة من خلال الحب الذي يشملنا ويسيطر علينا. وفي البيت الثالث يستكمل هذا الحب فيقول، كما نتعاون جميعا على مساعدة الفقراء والمحتاجين والضعفاء. مهم جدا أن يتعاون أفراد المجتمع على إعانة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والضعفاء. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة، وتعاونوا على البر والتقوى، يعني البر والإحسان، ومن صور الإحسان طبعا مساعدة الفقراء والمحتاجين والضعفاء. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا يكن تعاونكم على ما يغضب الله، على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الجماليات. في البيت الأول، ما أجمل أن نحيا سعداء. ما الجمال في هذا التعبير؟ ما أجمل أن نحيا سعداء. طبعا هذا التعبير أسلوب تعجب. ما أجمل، أول ما تشوف ما أجمل، أي حاجة على وزن ما أفعل، ما أجمل، ما أحسن، ما أفضل، ما أقبح، كل ده بسميه أسلوب تعجب. يدل عليه بقى، احنا قلنا قبل كده طالما جبنا نوع الأسلوب لازم نقول بيدل على إيه. يدل على أهمية وجمال السعادة في حياة الإنسان. هل الإنسان يستطيع أن يحيا دون أن يكون سعيدا؟ طبعا الإنسان يعيش في هذه الحياة وهدفه الأول والأساسي هو البحث عن الإيه؟ عن السعادة. يبقى أسلوب تعجب يدل على أهمية وجمال السعادة في حياة الإنسان. ما أجمل أن نحيا سعداء، ملاحظ أن آخر حاجة في التعبير علامة التعجب، اسمها علامة التعجب، اللي هي الشرطة
الرأسية تحتها نقطة دي اسمها علامة تعجب. نحيا، نحيا فعل مضارع، نحيا فعل مضارع، والفعل المضارع دائما يفيد التجدد والاستمرار، دائما دائما كده. لما تشوف فعل مضارع لازم تخلي بالك ان هذا الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. كلمة سعداء جاءت جمع، لماذا جاءت جمع وجاءت نكرة في نفس الوقت؟ طب جمع ليه؟ جاءت جمعا لان هذا الجمع يفيد الايه؟ الكثرة. يبقى كلمة سعداء جاءت جمعا لتفيد الايه؟ لتفيد الكثرة. طب جاءت نكرة ليه؟ وجاءت نكرة لتفيد التعظيم، لتفيد التعظيم. يبقى كلمة سعداء جاءت جمع ليفيد الكثرة، ونكرة يفيد التعظيم. لا حقد يسود ولا بغضاء، اسلوب نفي، لا حقد ولا بغضاء، نفي هنا طبعا، يدل على جمال الحياة وخلوها من الحقد والكراهية. لما نأتي لما شوف هنا تكرار أداة النفي لا، لا حقد ولا بغضاء، ماذا أفاد تكرار النفي هنا؟ يفيد تكرار النفي توكيد نبذ العداوة والكراهية. يبقى هنا تكرار النفي أفاد توكيد نبذ العداوة والكراهية. حقد وبغضاء جاءتا نكرتين ليه؟ للتحقير والعموم والشمول. يبقى كلمة حقد وكلمة بغضاء نكرتان للتحقير والعموم والشمول. خلي بالنا من الحاجات البسيطة دي. ما زلنا في الجماليات. أزهار الحب تظللنا، أزهار الحب، والحب له أزهار طبعا. هذا التعبير الجميل، خلي بالنا بقى، تعبير جميل، حيث شبه الشاعر الحب بالأزهار. الشاعر شبه الحب بالإيه؟ بالأزهار. طب ده يدل على إيه؟ هذا يدل على جمال الحب، هذا يدل على جمال الحب. طيب تظللنا، هذا التعبير يدل على الراحة والهدوء وجمال الحياة، وجمال الحياة في ظل الحب. الواحد لما بيقعد تحت شجرة يشعر بالراحة، فهنا أزهار الحب تظللنا، يبقى هذا التعبير يدل على الراحة والهدوء وجمال الحياة في ظل الحب. في دنيا تغمرها الأنداء، في دنيا تغمرها تغطيها يعني. طب إيه الجمال في كده؟ تعبير جميل فيه تصوير للكرم، احنا قلنا الأنداء اللي هو الكرم الجود، تصوير للكرم بالماء الذي يغمر الدنيا يعني يغطي الدنيا، ويدل على ضرورة انتشار الكرم، يدل على ضرورة انتشار الكرم حتى يملأ الدنيا كلها. وكلمة الدنيا جاءت نكرة ليه؟ للتعظيم، جاءت نكرة للتعظيم. وكلمة الأنداء وكلمة أزهار جموع ليه؟ تفيد كثرة الكرم والأزهار. الأنداء والأزهار قلنا أي جمع بيفيد الكثرة دائما. طب الجمع ده بيفيد الكثرة، الكثرة هنا بتفيد ايه؟ تفيد كثرة الكرم والأزهار. طيب نتقاسم خبز محبتنا، ما الجمال في هذا التعبير؟ هي المحبة لها خبز طبعا، ده تصوير، تعبير جميل. طب ايه الجمال فيه؟ تعبير جميل، شبه الشاعر المحبة بايه؟ بالخبز، الخبز الذي نتقاسمه ليوحي بأهمية الحب، فهو كالخبز لا غنى عنه. احنا بنقول دايما الخبز لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون هذا الخبز. لذلك الشاعر هنا شبه المحبة بالخبز الذي نتقاسمه، عشان إيه بقى؟ ليوحي بأهمية الحب، فهو كالخبز لا غنى عنه. يعني الحب بالضبط عامل زي الخبز، زي لقمة العيش بالضبط، ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها. وهذا يدل على الحب والتعاون. طب عرفنا منين الحب والتعاون؟ كلمة نتقاسمه، شوف كلمة نتقاسمه دي، يبقى في تعاون هنا، يبقى يدل على الحب والايه؟ والتعاون. ونشد على ايدي الضعفاء، تعبير جميل يوحي بالتعاون والمحبة والعطاء والتكامل. ونشد على أيدي الضعفاء، تعبير جميل يوحي بالتعاون والمحبة والعطاء والتكامل.
نأتي إلى المناقشة التوضيحية لهذه الأبيات الثلاثة. سؤال بيقول: ما الفكرة العامة للنص؟ النص ده بيتكلم عن إيه؟ طبعا إحنا النص بتاعنا اسمه الحب وعطاء. طيب الفكرة العامة طبعا الحب والأخوة والعطاء هم هدف الحياة وأجمل ما فيها. طبعا إحنا بنقول الدنيا من غير عطاء ما تنفعش، الحياة من غير عطاء لا خير فيها. السؤال الثاني بيقول: ماذا يحدث إذا اختفى الحقد والبغضاء من حياتنا؟ لو حياتنا ما فيهاش حقد ولا كراهية يحصل إيه؟ أكيد لن نجد تحاسدا أو نهبا أو سرقة، مش كده وبس، لا، ويحس كل إنسان بالراحة والطمأنينة أكيد طبعا. السؤال بيقول: ما معنى الحب عطاء؟ ده الشق الأول من السؤال. الشق الثاني أو الجزء الثاني: وكيف يكون الحب عطاء؟ أولا تعال نشوف ما معنى الحب عطاء. معناه أن يقدم كل إنسان الخير من حوله، وأن يؤدي واجبه كاملا، ويعمل على رفعة وطنه ونفع نفسه ومساعدة الآخرين. ده معنى الحب عطاء أكيد طبعا. طيب كيف بقى يكون الحب عطاء؟ إزاي يكون الحب عطاء؟ عن طريق رقم واحد عدم الحقد والبغضاء، 2 الجود والكرم، 3 مساعدة الفقراء، 4 الاتحاد والتضامن والتعاون زي ما قلنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما قال الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف سؤال تاني: ما واجبنا نحو الضعفاء؟ زي ما شفنا في الأبيات، ما واجبنا نحو الضعفاء ولماذا؟ برضو جزئين. تعال نشوف الجزء الأول: واجبنا نحو الضعفاء أن نشد على أيديهم، يعني أن نقويهم وأن نساعدهم ونعطف عليهم ونقدم لهم العون دائما. طب ولماذا بقى كل اللي احنا عملناه ده كله؟ عشان ايه؟ لماذا؟ حتى تنتشر المحبة والسعادة بين أفراد الوطن، فيتقدم الوطن بسواعد أبنائه المتحابين. طيب كيف يحيا الناس سعداء؟ سؤال مهم جدا. ازاي الناس يعيشوا سعداء بقى؟ يكون الناس سعداء عندما ينبذون، يعني يبعدون، يعني الحقد والبغضاء، وينعمون بالأمن والسلام، ويكون العبد في عون أخيه، ويكثر العطاء والإحسان بينهم. يعني وإحنا طبعا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذا ساعد كل إنسان أخاه الإنسان فسوف يجد أن الله سبحانه وتعالى دائما في عونه، ودائما يساعده ويفرج عنه كل كربة تقابله في الحياة. سؤال آخر: ما الذي يدعو إليه الشاعر في الأبيات السابقة، الأبيات الثلاثة اللي احنا قلناها؟ طبعا 1 أن نطرح الحقد والكراهية. نطرح يعني أن نبعد عن أعيننا تماما الحقد والكراهية. 2 أن يسود الحب والكرم بيننا. مهم جدا أن يسود الحب والكرم بيننا، هذا هو العلاج، هذا هو علاج المجتمع، الحب والكرم. سؤال يقول: ما ملامح الحياة التي يحلم بها الشاعر ويدعو إليها؟ الشاعر يرسم لنا صورة جميلة مثالية للحياة التي يحلم بها. يا ترى إيه هي ملامح هذه الحياة؟ الإجابة بقى: حياة مملوءة بالسعادة، خالية من الكراهية والحقد، يشيع فيها التفاؤل والمحبة ومساعدة الضعفاء، ويسودها العطاء والإخاء. هي دي الحياة فعلا المثالية التي يحلم بها الشاعر ويرسمها لنا. نأتي إلى الأبيات التالية وفكرة جديدة بعنوان: بالعطاء يولد الحب وبالإخاء تحلو الحياة. استمع معي
إلى الأبيات: للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي نعطي فالحب عطاء، كن لي سندا كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. هيا إلى معاني الكلمات. كلمة نعمر، نعمر معناها نجعله آهلا وصالحا، يعني نجعل أعشاش الطيور آهلة صالحة جاهزة للسكن، يعني نجعله آهلا وصالحا. نعمر، مضاد كلمة نعمر نخرب. أعشاش، أعشاش ده طبعا جمع مفرده عش، محدش يقول لي عش، لا مفرد كلمة أعشاش عش. أعشاش كلمة عش جمعها أعشاش وعيشاش، خلي بالك، بمفرد أعشاش عش. بالمفروض إن احنا ما ننطق كلمة عش لابد إن احنا نضم حرف العين، ما لازم نحط على العين ضمة هكذا، كلمة عش هكذا. والعش هو بيت الطائر، العش هو بيت الطائر. ونرد عن الكون الظلماء، نرد أي نبعد ونرجع. والكون هي الدنيا، جمع كلمة الكون الأكوان، جمع الكون الأكوان. ما زلنا في معاني الكلمات. كلمة الظلماء، ونرد عن الكون الظلماء، الظلماء يعني الظلمة، الظلام يعني، ومضاد الظلماء النور. وكلمة نزرع وردا، نزرع هنا مضادها نحصد ونجني، لا الزراع عكسها الحصاد، بمضاد نزرع نحصد ونجني، نحصد ونجني. وكلمة نشعل مضادها نطفئ، مضاد كلمة نشعل نطفئ. شمعة، شمع طبعا جمع مفردها شمعة تاء مربوطة. وكلمة عطاء نعطي فالحب عطاء، كلمة عطاء يعني بذل وجود وكرم، وجمع كلمة عطاء أعطية، جمع كلمة عطاء أعطية. وكلمة سندا، كن لي سندا، كن لي عونا، كن لي سندا كن لي عونا. كلمة سندا يعني عونا ومساعدا لي، كن مساعدا لي دائما يعني. وكلمة تحلو يعني تجمل، لا تحلو الدنيا يعني لا تجمل، لا تكون جميلة يعني، تحلو يعني تجمل. ومضاد كلمة تحلو تقبح وتمرر، جاي من المر يعني، الشيء الحلو عكس الشيء المر. فكلمة تحلو مضادها تقبح وتمرر. وكلمة إخاء يعني صداقة، دون إخاء دون صداقة. ومضاد كلمة إخاء عداوة، مضاد كلمة إخاء عداوة. نأتي إلى شرح الأبيات. في هذه الأبيات الثلاثة يدعون الشاعر إلى الحب والسعادة حتى تنعم بها جميع المخلوقات من حولنا وتسعد بها الطيور أيضا، ده في البيت الرابع. في البيت الخامس: وبالعطاء يصبح الكون منيرا، نزرع فيه الوردة ونشعل الشمعة ونعطي دائما بسخاء، فالعطاء هو رمز الحب الحقيقي. وفي البيت الأخير: يأمر الشاعر إخوته في الحياة أن يكونوا له عونا وسندا كي تحلو الدنيا بروح الإخاء. هذه هي، وهذا هو شرح الأبيات الثلاثة الأخيرة. نأتي إلى الجماليات أو مواطن الجمال. للطير نعمر أعشاشا، أسلوب قصر، أسلوب قص. طب ما وسيلة هذا الأسلوب؟ عرفنا إزاي إنه أسلوب قص؟ عشان في تقديم شبه الجملة للطير على الفعل اللي هو نعمر أعشاشا. أصل الجملة نعمر أعشاشا للطير، لما تبدأ الجملة بجار ومجرور شبه جملة أعرف إن ده أسلوب قص. وأسلوب القصر دائما هنا يفيد التوكيد والتخصيص، أسلوب القصر هنا يفيد التوكيد والتخصيص. كلمة الطير تدل على أن الحب ليس مقصورا على جنس البشر فقط، يعني قد يظن
بعض الناس أن البشر الإنس فقط هم الذين يعرفون الحب، وهذا طبعا كلام خاطئ، لأن كل المخلوقات الحية تعرف معنى الحب. الحب ليس مقصورا على جنس البشر فقط، بل يشمل كل الكائنات في الطبيعة. كل الكائنات تعرف معنى الحب. كلمة أعشاشا جاءت نكرة تفيد العموم، الطير نعمر أعشاشا، لم نحدد نوع الأعشاش، وإنما جاءت نكرة تفيد العموم كل الأعشاش والشمول طبعا. وكلمة أعشاشا جاءت جمعا لتفيد الكثرة، الجمع هنا يفيد الكثرة، نعمر أعشاشا كثيرة، يعني ما حددناش عدد هذه الأعشاش. ونرد عن الكون الظلماء، تعبير جميل فيه تصوير للظلماء بالأعداء التي نصدها عن الكون، ليه؟ حفاظا عليه، حفاظا عنها على حفاظا على هذا الكون من الأعداء، يعني أو نقول إيه، نرد عن الكون الظلماء، تعبير جميل فيه تصوير للظلماء بالأعداء التي نصدها عن الكون حفاظا عليه. نزرع وردا نشعل شمعة. طيب دول جملتين، نزرع وردا نشعل شمعة، نلاحظ ان في موسيقى بين الجملتين، توازن موسيقي يعطي نغمة موسيقية، ده بنسميه في الشعر بنسميه حسن التقسيم. نزرع وردا نشعل شمعة، في هنا نغمة موسيقية بنسميه حسن التقسيم. نعطي نعطي، لاحظين تكرار الفعل نعطي، والتكرار هنا تكرار الفعل يفيد التوكيد، تكرار قلنا مليون مرة، كل تكرار يفيد التوكيد، يفيد التوكيد على إيه بقى؟ على العطاء المستمر والكرم، نعطي دائما، نعطي على طول، يعني نعطي نعطي، تكرار الفعل هنا يفيد التوكيد على العطاء المستمر والكرم. وردا وشمعا جاءتا نكرتين للتعظيم، وجاءتا جمعين للكثرة، الاثنين جمع، ورد وشمع، نكر للتعظيم وجمع للكثرة. وحذف المفعول به للفعل نعطي، ليه بقى؟ لإفادة العموم والشمول. ما قالش نعطي مين بقى؟ قال لك نعطي نعطي، فالحب عطاء. ما قالش نعطي الكون، ما قالش نعطي الناس، لا، قال لك نعطي نعطي، يعني معنى كده ان العطاء لكل المخلوقات، عشان كده بنقول ده بيفيد، حذف المفعول به هنا يفيد العموم والشمول لكل المخلوقات. فالحب عطاء تعليل لما قبله، اللي قبله اللي هو ايه؟ نعطي نعطي. طب نعطي نعطي ليه؟ ايه السبب؟ عشان الحب عطاء، يبقى تعليل لما قبله وتعبير جميل فيه تشبيه للحب بالعطاء. نرد، ده فعل ايه؟ ده طبعا فعل مضارع، فعل مضارع، والفعل المضارع قلنا قبل كده يفيد التجدد والاستمرار، فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار. كن لي سندا كن لي عونا، اسلوب امر برضه، او اسلوبين للامر الاثنين، كن لي سندا ده امر، كن لي عونا امر برضه، غرضه الالتماس والحث، التمس منك ان تكون لي سندا، والتمس منك ان تكون لي عونا، يبقى اسلوب امر غرضه الالتماس والحث. بين الجملتين الاثنين معنى واحد، السند هو العون، يبقى بين الجملتين ترادف، دايما الترادف يؤكد المعنى ويقوي، يؤكد المعنى ويقوي. طيب لا تحلو الدنيا دون اخاء، تعبير جميل يدل على أهمية الإخاء في الحياة، وهو تعبير جميل فيه تصوير للدنيا بالطعام الذي يحلو بالإخاء. نأتي إلى المناقشة التوضيحية عن طريق السؤال والجواب. السؤال هنا، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة؟ القصيدة كلها بقى، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة؟ طبعا هي العاطفة، هي عاطفة التفاؤل والأمل والحب. التفاؤل يعني ايه التفاؤل هنا؟ التفاؤل يعني الاستبشار
بغد أفضل، بحياة أجمل، والأمل في مستقبل مشرق، والحب لكل الكائنات وكل المخلوقات وكل البشر. السؤال الثاني: ما الأعمال التي دعانا الشاعر إلى القيام بها في الأبيات اللي احنا قلناها؟ ما الأعمال التي دعانا الشاعر إلى القيام بها؟ الإجابة طبعا أول حاجة نعدد بقى مع بعض كده ونركز عشان نفهم الإجابة الصحيحة. أول حاجة أن نبني للطير أعشاشا، ده رقم واحد. اثنين: نرد عن الكون الظلمة، ده رقم اثنين. ثلاثة: نزرع الورد. أربعة: نشعل الشمع. خمسة: أن نعطي دون أن ننتظر المقابل. أن نعطي دون أن ننتظر المقابل، رقم كام؟ خمس حاجات نقولهم تاني. الشاعر طلب إيه؟ الأعمال اللي طلبها مننا: أن نبني للطير أعشاشا، نمرة واحد. اثنين: أن نرد عن الكون الظلمة. ثلاثة: أن نزرع الورد. أربعة: أن نشعل الشمع. خمسة: أن نعطي دون أن ننتظر المقابل. يعني دائما يكون عطاؤك دون أن تنتظر المقابل من أحد، فلا تنتظر الجزاء إلا من الله عز وجل. سؤال مهم جدا: ماذا أفاد تكرار نعطي نعطي؟ أفاد تكرار نعطي إيه؟ إيه؟ إحنا قبل كده قلنا دائما التكرار للتأكيد، للتأكيد. يبقى هنتأكد على إيه بقى؟ للتأكيد على أهمية العطاء. يبقى أفاد تكرار نعطي نعطي للتأكيد على أهمية العطاء. طيب سؤال بعد كده: ماذا أفاد استخدام ضمائر الجمع في اللي بالك بقى نحيا نرد نزرع؟ طبعا ضمير للجمع، نحيا نحن، نرد نحن، نزرع نحن. طبعا احنا اخذنا الدرس بتاع الضمائر المستترة، طبعا ده ضمير مستتر وجوبا نحيا. ماذا أفاد استخدام ضمائر الجمع في نحيا ونرد ونزرع؟ طبعا أفاد العموم والشمول. طيب سؤال كمان: بما ينصح الشاعر الإنسان في البيت الأخير؟ الشاعر بينصح الإنسان بإيه؟ الإجابة: أن يكون الإنسان مساعدا ومعينا لأخيه الإنسان في مواجهة مصاعب الحياة. لازم كل واحد فينا يكون مساعدا ومعينا لأخيه في مواجهة مصاعب الحياة. الحياة صعبة، الحياة كلها مصاعب وكلها مشكلات، علينا أن نكون دائما في عون بعضنا البعض. السؤال بعد كده بيقول: ماذا يقصد الشاعر بقوله للطير نعمر أعشاشا؟ الإجابة: يقصد أن نرفض الظلم وننشر العدل للاهتمام بكل المخلوقات ومنها الطير. مش عشان الطائر ده كائن ضعيف وكائن صغير يبقى ما نهتمش به، لا، كل المكائنات خلقها الله سبحانه وتعالى ومن حقها أن نهتم بها أيضا. يبقى أن نرفض الظلم وننشر العدل بالاهتمام بكل المخلوقات ومنها الطير. وأقول لكم حاجة صغيرة كده: في أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة، عمر بن عبد العزيز بعد أن أعطى الفقراء من أموال الزكاة وبعد أن زوج كل من لا يستطيع أن يتزوج وبعد أن فعل الخير كله، تبقى أموال كثيرة في بيت مال المسلمين، فطلب من عماله أن يشتروا هذه الأموال حبوبا ويضعوها على قمم الجبال. فلما سألوه: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: حتى لا يقول الناس ماتت الطيور جوعا في عهد عمر بن عبد العزيز. أرأيتم أهمية نشر العدل والاهتمام بالمخلوقات الضعيفة حتى ولو كانت الطيور؟ نأتي بالسؤال التالي: ما مظاهر العطاء في الحياة من وجهة نظر الشاعر؟ ما مظاهر العطاء في الحياة من وجهة نظر الشاعر؟ زي إيه؟ عطاء زي إيه بقى؟ أول حاجة: أن نبني للطير أعشاشا. اثنين: أن نرد الظلم عن الدنيا، تمام. ثلاثة: أن نشد على أيدي الضعفاء، نساعد الضعفاء يعني. بالحب، سؤال مهم جدا، بالحب تتحقق الآمال، وضح ذلك إزاي؟ الإجابة: خلي بالك بقى،
بالحب تنتشر السعادة ونقضي على الظلم. كل ده بالحب؟ أيوة بالحب. ونعطي بلا حدود. ما تقولش ده قد إيه وده بكام، ما تقولش كده. فأساس الحب العطاء، مفيش حاجة، مفيش حب بدون عطاء. فأساس الحب العطاء بلا مقابل، اوعى تنتظر المقابل. فتحلو الحياة بالأخوة والمحبة وتتحقق الآمال. آخر سؤال، ماذا تعلمت من هذا النص؟ ركز معايا. واحد، الدعوة، سؤال بيجي في الامتحانات دايما، الدعوة إلى نبذ الحقد والبغضاء. اثنين، التمسك بالحب والتعاون المثمر. ثلاثة، مساعدة الضعفاء. أربعة، بالحب والعطاء يصبح الكون منيرا. خمسة، لا تحلو الدنيا إلا بالتعاون والإخاء. بكده أبنائي وبناتي الأعزاء نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من درس اليوم الذي كان بعنوان الحب والعطاء. زي كل مرة هنقول تعبنا واجتهدنا عشان نقدم لكم مجهودنا المتواضع اللي نرجو أن يكون قد نال أجابكم. تنساش تدخل على صفحتنا على الفيسبوك، أستناكم عشان أجاوب على كل أسئلتكم. تنساش تعمل لنا لايك للفيديو لو عجبك، شير لكل أصحابك عشان تعم الفائدة للجميع، وكمان تدخل على قناتنا على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب للقناة. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.